ورح نفحص بعدين نشوف انه هل هو فعلا حافظ اللي حدد لنا اياه ولا لا. اذا نرجع نراجع مره ثانيه، هذا عندي الفلكس كونستانت دايركت فلكس اللي هو اذا بنشبهه بالدي سي موتور، جيد انك تفكر بالانالوجي تبع الدي سي موتور اللي هو هذا الفلكس اللي هون، هذا دايركت اذا بدك تسميه هو الفلكس فايل، ولما يبدا هذا يمر في كرنت راح يتكون عندي الكوادراتشر. كل ما زاد التورك راح يضل هذا كونستانت ما غيرتوش من هون، بس زاد هذا معي وراح يزيد هذا معي الاصفر، راح يصير كل ما زاد طلب التورك اكثر او التورك اقل راح الاقي الاي ار متشر زاد ونقص، والاي ار متشر لما يزيد وينقص يزيد الفلكس بهذا الاتجاه وينقص. نفس الفكره هون اي دي هي بس انا الصعوبه اللي عندي انه بالداخل الاندكشن موتور هذا بلف باستمرار، بلف على سرعه ايش مقدارها؟ سينكرونس سبيد. تمام، عم بلف على هذا سينكرونس سبيد، وانا بدي جهاز يعمل لي كالكوليشن للثيتا الالكتريكال. هاي اذا بدنا نحطها بشكل لطيف هي ثيتا الكتريكال مش ثيتا ميكانيكال. ثيتا ميكانيكال انا بعرفها، ميكانيكال ايش يعني؟ الروتور، هي الروتور بقدر اقيسه وبعرف سبيد، بس انا ثيتا الكتريكال بعرف وين موجوده في اي لحظه ثيتا الكتريكال موجوده هون، فبعمل استيميشن للثيتا اللي موجوده هون عن طريق فاي. هذا راجع من المحرك، لاحظوا هذا مش ستار معناها هذا اي دي ايش؟ اكشوال. بس انا كيف بقيس؟ بقدرش اقيس اي دي اكشوال، من وين بجيب اي دي اكشوال؟ من قياسي ل اي وبي وسي للكرنت مع ثيتا اللي عملت لها استيميشن. اللي هي هاي فاصل وين؟ هي هاي هي هاي كرنت 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 مع زاويه بقدر اي دي واي كيو اللي في داخل المحرك، انا ما بقدر اقيسهم بس بقدر اقدرهم. كيف الاوبزرفر اللي كنتوا تعملوا اوبزرفر للمودل كنترول؟ عملنا استيميشن شيء زي هيك بالماشين. تمام. طلع البي اتش كير، كنا البي اللي هي بدايه ال تمام كانت بدايه الكارت. تمام. الاتش بدايه الفولتج. ممتاز بالضبط. فانت قدرتهم تقدير وفي عندك كونستانتس معينه. طيب اذا عندي صار هلا هذول هي عملنا استيميشن لاي كيو واي دي اللي في داخل المحرك عن طريق الترانسفورميشن، هاي اظن هاي الانفرس كارت ترانسفورميشن. طلعت منها اي دي اللي قدرته، حولتهم عن طريق كمان كيف بحولهم من اي دي؟ اكس ام. بدها تكون المفروض اكس ام او ال ام نفس الشيء، ها؟ الاختلاف الوحيد هون في عندي فيرست تايم كونستنت، فيرست تايم كونستنت في عندي ديلي، لما بحط انا بغير اي بده وقت حتى يعطيني فلكس. فهذا ال ام واضحه مش هيك؟ ضربت اي في ال راح يعطيني فاي، بس هذا فاي اللي بدي احاول اوصل له، في عندي فيرست اوردر سيستم، التايم كونستنت تبعه بعت هي 0.1557 بيعتمد على طبيعه السيستم، طبيعه السيستم من الداخل، المفروض هذا بيجي من الموديل تبع المحرك. بس بشكل رئيسي المهم انه اعطاني من اي دي اعطاني فلكس اللي انا قدرته، وهون العكس عملت. بس هون بالديزاير هون بالاكشوال. فرجع هون معي فاي، انا فاي ما بقدر اقيسه، فجبت فاي هي رجع معي فاي اللي موجود هون قدرته، وهي عندي فاي اللي انا بدي اياه، فبدي هذا فاي وعندي هون فايل انا قدرته من هون. هلا حتى احقق هذا الاي دي بدي هذا الفايل من هون، عند الاي كيو قدرته من هون، طلعت من هون طلعت ايش الاي كيو اللي بدي اياها، صار عندي الترانسفورميشن الثاني اللي دخلها اي دي واي كيو ديزايرد واعطتني اي اي واي بي واي سي ديزايرد، طبعا بوجود الزاويه. هلا ضل عندي الكرنت ريجليتر، هلا هون الكرنت ريجليتر بيستخدم مبدا اسمه هيستريسيس، هيستريسيس سويتشنج.